حينما تكون في المسؤولية هناك مسألتين يجب أن تتحملهما، الإهانة والخيانة. الوزير مهدد بالإهانة وبالخيانة دائما، ويبدو أن البعض بعناوينه المثيرة في الجرائد الإلكترونية يعشق أن يهينني كل صباح، أو أن يثير كلام غريب. وقيل وهبي ببلاغي من الديوان الملكي، صنعوا حتى بلغ الديوان الملكي، صنعوا حتى رسائل، يعني درجة التفوق العبقري في خلق الأكاذيب اكتشفته لدى بعض، اسمحوا لي، الجرائد الإلكترونية، ولا أسميها جرائد، بعض المكتوبات الإلكترونية، احتراما للصحافة الجدية، احتراما للصحافة الجدية التي. لذلك نحن في قيادة الحزب ناقشنا الموضوع. أولا اتفقنا على أن هذه المكتوبات يجب ألا تهمنا، ولا يجب ألا تشغلنا على ما نقوم به. وزراء حزب البام يتحركون داخل الحكومة، وتلاحظون كيف هو حضورهم والتغييرات التي نقوم بها، لا أنا ولا السي المراوي ولا فاطمة الزهراء ولا السي بن سعيد وغير ذلك، ولا غيتا وإلى غير ذلك. ولذلك نحن مطمئنون، وما داموا يشتموننا وما داموا يستعبدوننا الأكاذيب فيعني أننا ناجحون. أقول دائما ونقول فيما بيننا، ما دام يكتبون علينا الأكاذيب فلأنهم لم ينجحوا في أن يهزموننا. لذلك نشعر بفخر كبير أن يكتبوا علينا الأكاذيب. المسألة الثانية، من هم الذين يحركون هذه الأشياء؟ يا سيدي أود أن أعرف. بعض الأحيان أقرأ بعض الجرائد وأفهم من وراءها من أشخاص من ذوي المصالح، ولكن صعب أن أوجه اتهامات، صعب أن أوجه اتهامات. فقط هناك جريدة واحدة إلكترونية جعلت مواجهتي والكذب في حقي حتى في البلاغات الملكية. هذه الجريدة قدمت شكاية ضدها بعد إذن السيد رئيس حكومة مكتوب، وأحيل الملف على النيابة العامة للمتابعة القضائية لهذه الجريدة الإلكترونية. طبيعي جدا الوزراء عندها تاريخ ومر فيها وزراء محافظون، وزراء محدثيون، وزراء تقنيون، ففيها أفكار متداخلة. ولكن أعتقد بأنه الآن التوجه الحداثي بدأ نوع من الحضور، خاصة حينما أصبحت منصب المدير داخل الوزارة ليس حكرا على الرجال فقط كما وجدت في اليوم الأول، ودخلت النساء إلى هذا المنصب حرك النقاش، أما وصلنا في اتجاهات أفضل.